لكن ممكن يختلف على مقلب إيجاب وممكن سلبي. ما عندنا مشكلة. ما اعلم بس حسب معلوماتي ان الرجل مشغول. احلى شريف، انا ما يزعلوا مني لكن مع احترامي لك كان عندهم مدرب. سيذكر التاريخ ختام الأشواط الفئوية على مسافة الميل وربع الميل بطولة ميدان الملك عبد العزيز في منافسة ثنائية مع بداية الـ400 متر الأخيرة، بداية الخط المستقيم باتجاه خط النهاية. ينتظر فندمنتال فتح المسار، انفتح لفندمنتال، انفتح لتوليدو الـ400 متر الفاصلة والأخيرة. بداية أكيد القادم أفضل إن شاء الله. نهاية آخر الموسم جاي أفضل، حنا آخر الموسم مو بآخر الدنيا. فوز الله إن شاء الله ونشوف، وعسى إن شاء الله لنا كلمة. خسارة وإحنا قولها بصراحة ما لنا عذر. زعل ما كان هذا ما كلام لا يمكن كلام. والله أنا أفكر إنه لو اختلاف إن شاء الله إن شاء الله يصير شيء غير. من الطايف للرياض مر الوقت. والله ما أدري شو أقول لك، يعني ما خلاص سكتونا الحمد لله. إيه والله كل شيء كامل ويمكن وصلنا للنهاية ويمكن لا. لا العكس، وقلت لكم من أول مرة يمكن نفهم بعض ويمكن لا. لا والله يعني مرة وفهمنا ولا ما فهمنا، مو هذه المهم. لا العدم الإحراج صراحة ولا هذه موضع النقاش، ولكن هذه أخطاء لابد أن تعدي. مر الوقت. أنا يعني أعتقد إن وكل شيء نبغي نقوله يمكن لحين ما قلناه. أنا ما يفهم يعني سؤال. إيش كثر أنت صريح مع نفسك قبل تكون صريح مع الناس؟ أقولها لك بكل صراحة. إيش كثر الكلمة اللي تفكر فيها تقولها بدون ما تحسب لها ألف حساب؟ هذا أنا في وجهة نظري أمر سيء جدا. إيش كثر أنت حر؟ إيش كثر أنت حر؟ هذا كلامه لي بس. إيش كثر أنت حر من أفكار سامة صعب التخلص منها عند بعض الناس؟ والله أحيانا ما أدري غريب. بس شنو الحرية إذا ما خذتنا للي نبغيه في نهاية المطاف؟
قبل الشوط ممكن نشوف أسماء وايد، وأكيد بنشوف أولهم ملافخ ولا حسام قد البطل. حسام توجه التأكيد الأخيرة ويقوم تقريبا رأس الشوط. لا بخبطه، لا بخبطه، متى ما ارتاح في الشوط ما 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 ينضرب. يعني الأوراق كلها في صالحه هو، كل صراحة الأوراق كلها يعني في صالحه هو. أنا يعني ما إنسان يلزم يكون واقعي، تمام؟ هو أحسن السبات. بس لو بيطلع من عندك بيطلع ليش؟ بيطلع تدبيل ممكن؟ مو تدبيل، ثلاث مشاركة على التوالي. الاسترد شوي 15، لكن إن شاء الله إنه مقصر. إن شاء الله شوط قوي فيه كحلان الخيل ممتاز. كحلان الخيل أنت بالنسبة لك لازم شنو يصير علشان يعني ما يقدر يستفيد من الشوط بتاتا؟ شوف كحلان الخيل أنا شفت سباقاته قبل، حصان يمشي قريب يعني ما يكون بعيد مرة، بس إنه يحتاج لخيال قوي، ما أدري خيال كان يركب عادل. واليوم هو عبد الله الفيروز، طبعا حصان هذا عادل مو موجود دبي، فأتوقع إنه يجي مع عبد الله الفيروز ممتاز. اليوم شعبته راح يمشي رابع خامس ويمشي قدام. لا بيمشي اتوقع انه يكون رابع ثالث. شوط اقوى شوط يدخله اليوم هذا اختبار حقيقي لكحل الخيل. وبعد كان انا اشوف ان المقصب هو الخطير، بس يمكن انا ما اتفق معاه، بس ابيك اليوم تقول لي شنو اللي ممكن يخلينا نتفق مع عبد الله. والله الشوط يمكن اذا كان شوط سريع يقول لي ابي شوط سريع، ويا ريته ما يكون سريع. الا ان شاء الله. إذا كان سريع الحصان إن شاء الله زين، لأن الحصان عنده دخول، عنده سبيد في الأخير، بس ما في سرعة، بطيء، ويجي في الرمية الأخيرة. نتمنى التوفيق للجميع. هو شارك مرة واحدة معك في المركز السابع صح؟ جاء سابع بشوط الخليج مع خيل مستورد، مركاضة زين، عطورية 94، وأتمنى اليوم إن شاء الله نجي يكسب إن شاء الله. والله أتمنى. أنت في شيء مطمنك قبل الشوط؟ أنا أقول ملافخ صعب، لكن أن قصب متى ما احترق الشوط صار سريع مرة لحظ كبير إن شاء الله. بس المكسب يحتاج إنه يعني فعلاً السرعة تناسبه عشان يقدر يدخل. والله أنا عجا ذلك أنا أتمنى الشوط مسا سريع. إيه هاي اللي تبيه. أنا أبي صراحة ما شوط سريع، بس هو خانتي يعني 15. يعني لو خانتي داخل اللي ممكن أفضل. بس يعني هاي التذبذب في مستوى ملافخ. انتصار. لا لا مو تذبذب. انتصار. لا أول مشاركة تمين. أول مشاركة له في الرياض جاء خامس في الجيل، المشاركة الثانية راح 1006 كسب. حصان ما عاد فيه سرعة قريب. رحت وديته 1004. 1004 ما ناسبته. أي ما ناسبته الشوط صار سريع مرة، هو ما عاد فيه سرعة قريب وسرعة بعيد. وديته 1008 كسب، الحين رجعته 1006. يعني لازم يكسب. إن شاء الله إنه يكسب، هو كسب إن شاء الله السنة دي 1006 إن شاء الله اليوم ما يقصر. والشوط صدق متقارب. ما أعرف إذا بذكر أم الحلق أو دخول عصايب أو نركز على سيف الفلاح اللي حضر من بعد ما كان غايب. الخيل كلها تتوقع أنها تطلع فوق وتنزل تحت صح، لكن دعواتك لنا بالتبقى. لكن الخيل اللي نعرفها، الخيل اللي نعرفها اليوم ما في غير اللي ذكرتهم لك أنه ممكن يحضرون. وسيف الفلاح ما كان ممكن يحضر الأسبوع اللي فات، وحضر حضر واسبوع ذا إن شاء الله نبي يحضر بإذن الله. بس بنتفق ولا تستغرب أي راس الشوط عندك 20 راس أبرزهم. أي راس يجي ويضرب عادي يعني مو غريب. حط التسعة، حط العشرين، العشرين كلهم حط اليوم، حط العشرين آخر الموسم لا تستغرب شيء. كيلان الخيل يتقدم بكل قوة بشعار ماجد القمي فيما يتابع ملافق في المركز الثاني، والقدوم من باتوع للمركز الثالث في هذه الصورة تحديدا. هل يذهب بها كيلان الخيل جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية؟ ملافق قادم وأيضا باتوع قادم فيما كيلان الخيل. كيلان هذا الشوط، كيلان هذا الشوط بكل قوة يصل أولا إلى خط النهاية. كيلان الخيل، كحيلان هذا الشوط ابن اوفيشال فيزت. ألف مبروك. غريب الشوط ولا مو بغريب؟ والله كحيلان ما ادري غريب، هو قام قدام دائما يمشي قدام ولا اول مره ما ادري عنه. خلينا في شعبته، كنت تقول لي يمشي رابع خامس. هو المفروض انه سرد 13 انه يكون وجهه نظيف يمشي قريب، لان انا خفت من الخيل انها تروح قدام تكون سريعه، لكن انا موصي طبعا انه ما يكون بعيد عنهم بحيث يكون وجهه نظيف. عبد الله طبعا كلامه لي انه طلع الحصان حرص شوي زياده راح
فالحصان قاعد يشد اساسا يعني غلط انه راح يمسك ولا غصب تمشي زي. هذا طبعا هذول الخيال المحترفين لازم نفس السيناريو زي كذا. كاس السعوديه نفس الحصان هذا برضو قام قدام مع كيتلين جونز اي وكان وجهه نظيف وعلى اليمين وواصل يعني بس هو اللي كان اللي كنا خايفين منه انه يروح مثلا قدام وبعدين يمسك مع حصان. حصانين سريعه واذا راح حصانين سريعه ولا غصب راح يمشي معهم ما راح يقدر. لكن انا قايل له من 800 مثلا روح خلاص تاخذ 400 حصانك وجهه نظيف خلاص ما راح احد ان شاء الله يضرب. بس اليوم يعني سبب كوي حلو كويس. شو تفكر وانت تشوف الشوط؟ والله انا افكر انه لو مشى معه من بدري احسن. لو مشى معه من بدري احسن. لو مشى يعني لو ما خلاه يطلع عنه لو مشى معه من بدري احسن. لكن حصان ما شاء الله سوى سبق اليوم حلو، شوف وقته كم 39 مقفوله. هو في وادي والخيل الثاني في وادي ثاني. هذه يزن راسين. هذه يزن راسين يعني ما مسوي نتائج السنه هذه. ملافق جاي من كسبه. وكحيان الخيل ماخذ شوط قوي اللي هو الليكسز. فمتوقع منهم يعني. لكن بتوع ارضاكم اليوم؟ والله مرضينا والحمد لله ما قصر هذا الموسم طول السنه هو يركب ثاني وثالث وكسب وثاني وثالث وكسب والحين ثالث مع خيل قويه اول مره يدخل مع هذا الخيل. انا قلت قبل الشوط ثلاث مشاركات ورا بعض 62 لكن الحمد لله ما قصر يعني مركبه زين. عصايب وين؟ عصايب ما دخلت ميزان. حلق وين؟ ام الحلق ترابع. انا ما يزعلوا مني اهل الشريف. ما يزعلوا. انا ما يزعلوا مني لكن مع احترامي لك كان عندهم مدرب على راسي النهيري. يعني انا ما يزعلوا منه بقول الحقيقه انا كان عندهم مدرب النهيري عمل اللي ما يتعمل. صح. شو خيل لما نجيها مدرب ام الحلق اخطا عليها خيالها اليوم وشوطها قوي على كل حال وسوت سباق معهم ممتاز لكن كان بالامكان احسن مما كان. وانا اول مره اركب الفرس صراحه يعني وما تهيأ معي الطريق 100% اليوم. انه شلون كان مسكر؟ اي ما كان متهيأ 100% يعني ما كنت طلب مني المدرب اني اجي من برا وانا اول مره اركب الفرس يعني فما حبيت اني اغير كالمدرب اجي من جوا بعدين ممكن الفرس تصير ما تمشي تصير ملامه علي يعني فحاولت اطبق خطه المدرب. شلون اخطا هو يعني محمد اول مره معاها يمكن يعني فعلا مو فاهمها صح بس شنو الخطا بالضبط؟ ما هي من الافراس اللي قد يفهمها الخيال من اول مره واخطا اليوم عندنا نبهناه على الموقع في السباق وعلى آلياتها وانه لازم يكون تمشي بمنطقه معينه وتمشي بشكل معين. بس كلام شالح قبل الشوط بالنسبه لها شنو كان؟ فرس خلها في الميزان ورا الميزان تعال برا بس. ما قال لك شيء عن مستواها؟ شنو كان المفروض تقدم اليوم؟ شنو كان المفروض يكون مكانها بين هالخيل؟ هذا كلام لي بس. وتأخر عليها واجد هو يعرف يا محمد انه اليوم لكن ما عليه ان شاء الله السباقات القادمه ان شاء الله في الموسم القادم تعود الغرس فيه. وانا بقول لك يعني انا ادي المعلومه اللي عندي والله اعلم ان هيري كان هو الاغرب في الخيل من شالح. صح. انت عارف دائما المدرب عنده مساعدين مدربين بيكونوا هم الاقرب للخيل وهم بيعملوا كل شيء في الخيل. زين محمد انت بتقول لي هجا يسوى تسالين اصلا عن خساره هالثنتين ولا بتقول لي لا اصلا ما له معنى ان احنا نسال عن خسارتهم؟ والله صراحه يعني بوجهه نظري يعني بالشيء الواو يعني. فرس ممتازه جدا ام الحلق بس برضو معها خيل زينه حالا الخيل هذا حصان لسه تو ناشئ حصان عمره 3 سنوات يعني الحين 4 سنوات لسه تو طالع يعني حصان بطل قادم للساحه جديد وملافه حصان كبير من اول يعني مثبت وجوده ورجع المستوى قبل اسبوعين تقريبا ادى سبب ممتاز فاليوم طبيعي انه حسب حسابه يعني هو ما اعرف اذا الصج هاي مستواهم او محمد اخطا عليهم او كانوا فاقدين راموس وبس. نواري تطمي اي يسحب من شوط جروب 1 فجاه نجم تكون خساره كبيره راموس ديب هول فاير ميت ما عندي انا جيت ما وانا في موضوع الولاء عندنا خط احمر. لا
أعتقد أن الشوط راح يكون نسخة مشابهة تقريبا للشوط الأخير كأس الأمن العام. كضوا الخيل هذه أسبوع قبل أسبوعين ونشوف تغلب عليهم تليدو. هي نفسها بس مثل ما قلت لك برجع بندود لك هذول 3-4-5-6 كلها مع بعض كلها أبطال. ما فيك تقارن هذا من هذا من هذا من هذا أبداً. هنا لتدافع عن اسمها اندفاع مميزة إلى كأس أمريكا الشمالية و150 ألف ريال على مسافة الميل مفتوح الدرجات عمر الأربع سنوات وأكثر في ختام أشواط هذه اللمسية. يبدأ المركز الأول مونشواي ومسجلين راس ثاني نفس الراس اللي كان ماشي بيسميكر قدام. السيناريو نفسه صار بس إلى المرتبة الأولى بشعر سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز المطاردة من قبل إمارات كرنسي بشعر اسطبر الغريبان. لازم نعرف شلون يقدر يطلع من المركز الثاني وفندمنتال وتوليده موجودين. والله أقول إن شاء الله يعني حصان زين باقي إلا عد توفيق وخيال. يعني المرة اللي فاتت يمكن خيال قصر شوي تأمل إن شاء الله الأسبوع هذا خيال. مو بس كذي فوز الحين أنت مريت في التجربة مرة ومرتين حلو أنا بعرف التجربة الثالثة. اليوم خيال بتكون. اليوم خيال رامس خيال غير. إيه. إن شاء الله إنه يسمع الكلام ويمشي تمام حصان إن شاء الله حظوظه زينة والخيل يبقى تبقى خيل زينة اللي وياه يعني رغم بس تبقى خيل زينة يعني لكن إن شاء الله إحنا طموحنا دائما للأول إن شاء الله. فكر وياي شوي. يعني أنا بشوف إمارات كرانزي بشوف فاندمنتال فاز عليه بشوف توليدو فاز عليه بس بشوف إمارات كرانزي كان يعني ما أعطاني مؤشر إنه أقول لا هو والله أقل منهم خصوصا لما باي أسمع كلامك لما أنت تقول إنه لا في أخطاء تصير تعيق عن هاي المركز تعيق إنه هو يطوفهم حلو فلما أنا أسمع منك ذي الكلام ولما أشوف مستوى إمارات كرانزي بفكر إنه لا معناته على كل هاي الكلام لازم اليوم يصير شيء غير يخليه يفوز انا بعرف ذي الشيء غير شنو قول ان شاء الله ان شاء الله يصير شيء غير ويفوز شنو هو هاي الشيء الغير هاي اللي بعرفه يفوز بالكاس اليوم هاي اللي بعرفه شنو هو الشيء الغير لازم والله اليوم يعني لازم يمشي من 800 لازم يمشي يعني يطلع من 800 حصان ما يتنازل ما عنده اي مشكله ان شاء الله يحسن مركزه من عند ال 1000 800 لازم يكون متقدم الخيل مو هو كل مره اصلا يصير كذي لا والله يعني مرة طلع ويا الحصان من بدري يعني مو من 800 من استرد ويا الباس ميكر ومرة تأخر بعد جرى زيادة اليوم إن شاء الله من خيالها يعني يسمع الكلام يمشي زين راموس وما ترك مجال إنه يحسن مركزه من البداية طالع قدام ورا البيس ميكر مو بس كذي ماشي ويا توليدو ما أعرف إذا بيوقفون بعض أو بنشوف دي السيناريو للنهاية وأكيد صعب الحين نحكم فواز خطير بس أنك تمشي قبل المرشح ذي يحتاج سؤال من بينافس الثاني ذي الكلام الشوط كله منافس والشوط حقيقة على مسافة 1006 كلهم جديرين فندمنتال إمارات كرنسبي توليدو وحصان الثاني بروفريز لكن الشوط قوي والمنافسين أقوياء زي ما احنا عدينا هم عدوا زينا واحنا قولها بصراحة ما لنا عذر لو ما نحقق المكسب ما عندنا أي عذر خيلنا جاهزة الخيل ويا بعض بصورة واحدة إمارات كرانسي ويما توليدو وشنو اللي تغير اليوم عن كاس الأمن العام أعتقد اللي تغير هو فندمنتال ولكن أعتقد أنه راح يكون نفس السيناريو إذا نسخة ونفس السيناريو معناته أنا اليوم برجع وما بشوف بروفن ريزيرفز أنا أقصد أداء الخيل ومكان تحركها بيكون نفس لكن بروفن في الشوط الماضي كان عنده ظرف وبروفن وتوليده أول مشاركة لهم كانت المشاركة الماضية معي أنا كمدرب لكن الآن فهمنا الخيل وأقولها ما لنا عذر لا مع توليد ولا مع بروفن بالضبط يعني نشوف على سيناريو الشوط اللي طاف حلو أنت شنو قلت لي يوم سألتك عن بروفن ريزيرفز أنت قلت لي الشوط ما ناسبه بس بعدين شفنا ان بروفن كاب فيعني انا ما اعرف هل كان الشوط ولا كان الظرف اللي هو صاده فشلون ممكن نشوفه غير اليوم اول شيء كانت خانته ما هي زينه كان في الستارد رقم واحد وهو الحصان ما في سرعه
فضرته شوي. الظرف اللي صار له إن شاء الله أنه ما راح يتكرر، وظروف الحصان زينة إن شاء الله. الشعار الأسود اليوم نحسب له 1000 حساب، والنبروفن اليوم نشوفه نفس أول أو يرجع يكب؟ هذا السؤال، بس ممكن نحط عيننا على أسماء ثانية. والاستثناء قادم بشعار سمو الأمير جلوي بن سعود بن عبد العزيز، أيضا من المسار الخارجي. الاستثناء حصان سريع، الاستثناء فبيسرع الشوط شوي اعتقادي أنا. نحن حصاننا كويس زين، بس بقى خليه يروح ويشوف، ما عنده مشكلة. كم خططك له مع الخيار؟ ما خططنا إن شاء الله، إحنا ما بنطلع رأس مع الخيل يعني. وأكيد دي بيكون لما تشارك آخر الموسم، واستغرب ما شفناه من أول. كان عنده شوية هيك مشاكل وتأخرنا فيه شوي. الاستثنائي بعيد اليوم، وما نحكم عليه إلا الموسم الجاي. بس بلمستار يعني ترى والله مو حصان زين، يمكن ما ننسى. مو أنا قلت اللي بالشوط كلهم زينين، بس الأبرز الثلاث هذول ممكن بلمستار ركض ذاك اليوم مركضة يعني عاطل، ممكن اليوم يركض زين. هذه خيل يعني ما تغيب وتحضر يعني. تخاف من دخوله أم بلمستار؟ هاي اللي يخوف. المشكلة خيل الزينة هذه يعني ما تتنازل آخر شيء، يعني التوليد وحصان الأمير فيصل يعني هذه كلها قوية يعني، ممكن كل شيء وارد. ما تدرين السباق اليوم من يخدم. المستار كويس وتحسن خاصة في سباقه الأخير، ولا 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 يهمل هالحصان هذا، يأخذ بعين الاعتبار خاصة إنه عنده دخول في 400، دخول كويس. بالمستار لا ما بتصور يعمل شيء اليوم، وبنقول إنه ثابت لكنه يتوجه للأشواط الصعبة عليه. إيه أخف شوي. أخف هو أقل من الأشواط اللي يتوجه لها. إيه نعم. لا مستواه له متذبذب، ولا هو ثابت، ولا هو بخيل قويه. لا عجب. لا هو عنده ظروف، عنده ظروف. اي حصان عنده ظروف. الحصان يحب السباقات لكن ما حصلت له يعني مشاركات، انسحب اكثر من ايه شفته كم مره انسحب. كاس الملك فيصل انسحب، احتياط كاس الملك، هذه فتره طويله ترى اكثر من شهر وزياده. كاس السعوديه راح العشب اول مره، حصان يعني كنا متوقعين انه ما راح يركض عشب طبيعي لكن. يعني انه ما راح يرجع العشب. بعدها ركض بس كاس الأسبوع اللي فات واللي قبله اللي فات، وجاء مركز خامس. واليوم نقول جاي إن شاء الله على إن شاء الله. صدق اللي أبي أعرفه توليدو بيمشي بالضبط نفس الشيء، ولا لا اليوم تتحس إن توليدو لازم يعني يسوي شيء مختلف علشان يبعد عن المنافسين؟ هذه أقولها لك بعد الشوط. ما نصار لي ساعة. بعد الشوط. أعيد السؤال بعد الشوط. بعد الشوط إن شاء الله. بعد الشوط بعرف جواب كل سؤال. توليدو بالشعار الأسود بشعار سمو الأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز إمارات كرنسي، يطير مع جبرتو راموس، ولكن منشوا يعطيها الإشارة عبد الله العظيب. منطقة العبور والزحف إلى كأس أمريكا الشمالية، التقدم الـ 400 متر الفاصلة والأخيرة. جاكم توليدو بطل كأس الأمن العام، يلقي التحية والسلام. توليدو ينتظر فندمنتال فتح المسار، انفتح لفندمنتال، انفتح لتوليدو. 400 متر الفاصلة والأخيرة، الأسود قادم يتقدم بقوة. نيو بولت أيضا عبر المسار الخارجي بشعار اسطبل القمة مع محمد سعيد. نيو بولت توليدو أيضا فندمنتال الأجمل. نيو بولت على خط النهاية، هيا صورة الفوتو فينيش الأخيرة. نيو بولت اليوم أعفاني عن كم سؤال وأعطاني له أسئلة وايد. شنو هاي؟ والله شو أقول لك؟ شنو هاي؟ يعني كسب حصان ما عنده شانس، بس هذا الخير. لا ما يصير بس نقول هاي الخيل. اي والله لا ما خيالي صراحه ما اعرف عنه شيء. نيو بولت من نيو بولت شنو مسوي قبل عشان يفوز على توليدو وعلى الباقي؟ وهذه صج السؤال. حصان ابي حصان ازرق ما ازرق على حصان كل شيء ازرق ليه؟ سبحان الله. يوم جاب بنمشي خلاص ما طالع من المزاد، قال يا اخو شوف هذا الازرق. انا كنت طالع انا وياه في اكتوبر
ووريته الحصان واستشرته عليه صراحه، كان انا معجبني والله، كان اخر واحد. انا يعني زعلت ما لقيت شيء مناسب، اللي بغيناه صار غالي ولا سقط في الفحص ولا كذا، فلقيت الحصان وكان رقمه مميز، كان رقمه 12 12. وكلمت فيصل قلت بسرعه ادخل شوف شيك لي عليه هل هو يدخل السعوديه ولا لا. فدخل عليه ابو فيحان وشيك قال لا هذا هو الحصان اللي احنا نبي نشوفه اخر شيء، قال يلا وندخل خذوه. بس والله زين، بس والله ما شاء الله ما قصر، يعني ما توقعت الكلاس ذا يوصل. انا شوف اقسم بالله ادري ان حصان زين، بس الكلاس ذا ما شاء الله تبارك الله، واللي شفته اليوم عنده كلاس اكثر من هذا. الله يبارك فيك ما شاء الله. ومشينا فيه والله وفقنا ما شاء الله عليه، حصان من اول مشاركه كسب، وجاء ثاني في تاهيل في يوم كاس السعوديه، وامس غلب مع احسن، وايضا جاء ثالث مع احسن خيل السرعه 1200، وامس الله يستر عليه بسم الله عليه ما شاء الله تبارك الله ضارب احسن خيل. فالحصان ان شاء الله، بس اليوم بنقول عنه مفاجاه او ياي حق الكاس. انا بقول لك شيء، لو اخوي ابو محمد سامي الحراب يتوقع انه يجي خامس رابع، لها اشواط ثانيه في 1600 قبله، في اشواط بكره، يعني يمكن يودي شوط ثاني، بس اليوم لوينا على الاول، يعني يبي الكاس ابو محمد والله بارك له. وصدق محمد سعيد اللي صاد هالشوط بخبرته بالدخول، بس اليوم ما شاء الله تبارك الله اتقن ركوبه محمد سعيد فعلا. ابو سعيد كلام عارف ايش يسوي، لكن كلام فواز حتى اللي كسب حصان مو مرشح، بس خياله ذكي، انتظر لما الخيل، هو الوحيد اللي انتظر لما الخيل تطاحنت واستفاد من الشوط، هو طبيعي في عالم الخيل، خيال الذكي دائما حتى يجيب حصان. يعني انت تشوف في لحظه قلنا فاندمنتال وتوليدو، بس فعلا كلوا بعض اثنيناتهم كلهم، حتى من طلع هو شوي مرات فرنسي كلهم طلعوا وياه. ايه والله عرفت انهم ما راح يفوزون بصراحه. شلون؟ اللي ورا اللي منتظر ورا راح يفوز. ليش شلون عرفت؟ يعني خيل مطاحنه من بدري، من اول ما طلعوا لا؟ ايه من بدري خيل مطاحنه، قلت اللي في نفس منتظر ورا بيكسب الله اعلم، لكن هذا عالم الخيل. وما اعرف بعد اداء نيو بولت بسال عن توليدو وشلون ضيعها ايدي او راموس. صدق انه راموس وايد ضغط امارات كرانسي من البدايه، يعني ضغطه من البداية فهمت قصدي؟ يعني كنا كان وايد مستعير. لا مرتبك وايد مرتبك، ركوبة واضح حتى على المكوع، وايد مستعير كان مهدي. من أول ما طلع من البوكس وهو يعني كنا يبي يروح أول واحد. والله غريبة يا أخي، بس صح أنا ولا غلط؟ والله أنا أشوف مراكيبه كل سباقاتها، أنا ما والله ماني مطمن، لكن عاد يمكن إحساسي مضبوط. شلون؟ ماكو ركوبة ما عجبني كلش راموس؟ ايوه تهيك عشان كذي اسطبل الشريف قالوا لي لا خلاص؟ ممكن كل شيء وارد عشان انا مستوى؟ قلت ترى الكلام هذا قبل الله شوط، قلت ترى كل مراكيبك بعد الكاس السعودية كلها انو ريني جود؟ Yeah, after you won the big cup, you became a little bit lazy. Is there his opinion? Is his opinion? I respect his opinion. بس اليوم الأزرق صج برجع أقول اختصر كل الكلام، وبعد أداءه ما بسأل أي سؤال. وأبو محمد عنده الخيل الزرق لها واليوم الأزرق، اليوم الأزرق أبو محمد من قده. فانت من تالي الأجمل يبولت على خط النهاية. الزرق لها علاقه خاصه عندي، وكنت صراحه يعني انا ادور على الحصان الزين، احنا عاد انا امزح انا ودائما انا والعيال اني اقول احب الزرق وكذا، ولا انا احب الحصان البطل، بس الزرق يعني قريبه شوي لقلبي. شنو المهم وشنو الاهم في احداث مهم نعرفها، بس شنو اللي لازم نعرفه فيها هذه الأهم؟ شو سوي؟ أحداث مهمة وتغييرات مهمة، بس أبي أعرف بدايتها كانت شلون؟ يمكن أنت ما عندك خلفية عني كثيرة أكثر من اللازم. شوي. إيه؟ أنا أصلاً من عشاق الأحمر، وعندي نتائج في الميدان السعودي هنا، ويعني معروف في الميدان السعودي اللهم لك الحمد. طبعا التغيرات اللي صارت مو بأمنية لي، انا امنية لاي مدرب عالمي، جو المدربين عالميين في
في الميدان السعودي تمنوا الأحمر ورجعوا راحوا ورجعوا للصطب الأحمر. الصطب الأحمر متكامل أصلاً بحسين شوي وبدون حسين شوي. لكن أنا مجرد إضافة جديدة أتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق. شنو نوع هاي الإضافة؟ تولي مهمة تدريب جهاد معينة. كلمني أخوي الشيخ سعد بن مشرف على تولي مهمة الخيل تدريبها. فطبعا أنا سعد من الناس الغالين عندي، والأمير فيصل طبعا تاج على رؤوس كل هذا الخيل. فقلت له أنا حاضر، اللي تبي فيه أنا مستعد، إيش تبي أنا حاضر. قال لي نبغاك تصير مع أخوانك عبد الله وفهد. عبد الله إيه، فهد مو متأكد الحين، لأن حسب ما وصلني إنه بيترك الأحمر قريب. فهد قلت لي تبي فيه، اتفقنا معهم. طبعا سعد حسب معلوماتي كانشغاله في المزرعة ما سعود سعد؟ سعود بن سعدي ما قدر يوصل في هذا، فحطوا عطوني خيل سعود بن سعد. وسلطان شوي بنفقدك بالميدان؟ لا ما رحت المهمة أعلى. لا ما هذه مهمتي يا صالح، أنا مهمتي مسؤول عن إنتاج الخيل. اليوم جت ثمارة أبو سلطان. إيه مسؤول عن إنتاج الخيل ومسؤول عن خيل السباقات. لكن لظروف معينة العام آخر الموسم اضطريت إني أسد خلل كان عندنا في الاسطبل لحد ما جاء الرجل المناسب اللي هو حسين الشوي. سعود عاد مهمته انا ما اعلم فيه، بس حسب معلوماتي ان الرجل مشغول حسب ما قال لي الاخ المشرف الاداري سعد بن مشرف، ان المزرعه انها تحتاج اداري وتحتاج سعود بن سعد، وسعود يعني مشغول واللي بنحطك مكانه. قلت انا حاضر، توليت مهمه الخيل بالنسبه لي انا. طبعا احنا في اخر الموسم، استشارات من اصطاب الاحمر ابخص في خيلهم، انا مجرد جديد عندهم، مدرب جديد طبعا اعرف الخيل كلها، لكن بحكم اني بعدي عن الخيل يعني في امور تحت هذا ما اعرفها عن الخيل. فحسب مشاوراتي معهم ان خلاص الخيل هذه توقف استلمها انا، يعني مشاركات في الميدان السعودي هنا في ميدان الملك عبد العزيز ما في مشاركات لها. انا رحبت بالراي هذا انه راي مناسب، كان في خاطري انا بس هم قالوا لي يعني هم اعطوني على جوي عشان ان شاء الله نبدا بدايه صحيحه. اكل الاخ سعد بن مشرف مشرف اداري الاسطبل الاحمر راسين اشارك فيهم في كاس الميدان اخر الموسم، اللي هم من اللي هم ماي فرانكل وفابلس. ماي فرانكل وفابلس. ال 400 متر الفاصلة والأخيرة، الزحف نحو كأس بطولة ميدان الملك عبد العزيز. هنا الخطيب يتقدم يحمل رقم 10 على 10 يخطب ود الكأس. هنا الخطيب بقوة بشعار اسطبل المنقوش، ماي فرانكل يجدد الصدارة. ماي فرانكل والخطيب، الخطيب وماي فرانكل، هنا ماي فرانكل قادم بتحضير حسين شويب بشعار سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. ماي فرانكل أحمد الأزهري بطل بطولة ميدان الملك عبد العزيز، قادهم في صدارة. بطل ميدان الملك عبد العزيز، بطولة ميدان الملك عبد العزيز في الأولى. والله الحمد لله توفيق من رب العالمين أولا وآخرا، فبارك للأمير فيصل سعد مشرف والمدرب الجديد حسين شوي ومتبوع ان شاء الله. المشاركه لماي فرانكل تحت تدريب مدرب حسين شوي. شنو ممكن نقول؟ شنو ممكن نقول عن حصان؟ قام راس وسلم راس. تبارك الرحمن، حصان فارق على خير كله يعني. اي والله من بدايه الشوط هو بسم الله عليه يعني مشى يعني غصب. انا كنت بحفظ شوي بس مشى هو. والحمد لله من البدايه للنهايه. كانت الخطه والسيناريو والترتيب على هالشيء اللي صار في الشوط. اي صح نفس الشيء. كنت طالع لخدمته بنفسه، ما كان يخدم احد من اخوانه في الاسطبل. لا طالع لخدمه نفسه. يعني كانت الخطه انه يقوم راس ويسلم راس. هو المرشح. يعني هو المرشح ترى حصان بسم الله عليه. اي بس يعني عن الخاطر قبل الشوط كنا مثلا بنذكر قادر. ايه برين فونتان. وفيه خيل واجد
والحمد لله نصرنا. قادر وبريفونتان اللي كانوا مرشحين معكم خارج الميزان الان. بريفونتان وخلونا نقول انه نبي 2004 بس قادر. شوف ممكن حصان توه ما بعد تاقلم، ممكن ياخذ الوقت. انت خابر بعض الخيل اللي تجيك من برا، غالبيه الخيل يعني شفنا على سبيل المثال وبدون مثال اظن قادر خذ وقته. بس ما ادري هو يدعش ال 2000 ولا لا. حصان ممتاز وحصان اظن جاي ثالث في كاس الملك، حصان زين قادر. ممكن ما عنده مشاركات واجد فهذه راح تخدمه يعني. وخذ فرصته وخذ كل اللي لازم ياخذه. ذكرت انه يركض افضل في الارضيه الرمليه. بالضبط، يقدم افضل على الارضيه الرمليه. بس ما قدم. ولا تقولوا لي الحصان كله في الميزان، اسم مثل اسمه كان المفروض ما نوصل له اليوم وما نشوف له فوز. والعتب بعد على كروس دباتون اللي لو بنسمع ونشوف حظوظ ان شاء الله نكسب يا رب. بدنا هدفكم المكسب. هدفنا اجل الميزان جايين هنا نبي المكسب. وكروسد مو مقبول منه هالاداء اللي شفناه، خصوصا ان هالشوط ترى من الاشواط اللي صدق مرتبه وصعب نقول فيها ان في اي خطا صار. خطيب حل ثاني. ايه الخطيب على قولتهم مشى في شعبته وجاء وكمل. هذا سبق يعني، ما تقدر انت تحكم حصان عن حصان، هذا سبق. ظرف يمكن بسيط يعني ضيع عليك الشوط. هنا الخطيب يتقدم يحمل رقم 10، 10 على 10 يخطب ود الكاس. هنا الخطيب بقوة بشعار اسطبل المنقوش. ما غاب فترة الخطيب، الخطيب بعد الكاس اللي أخذ اللي هو في كاس الملك سعود شارك مشاركة تراجع فيها. اليوم صراحة يعني قدم اعتبر المستوى جدا ممتاز ما شاء الله تبارك الله. حالة حالة كازا اللي صدق اختفت وشفناها اليوم في مركز مرضي نوعا ما. بس غاب عن الشوط اليوم دريفو صراحة، غيابه غير ما ادري انه كان ماخذ اصلا فترة راحة طويلة. اتوقع ان فرانك قبل اسبوعين كان راكض فالمفروض انه كان المفروض يأدي، بس تدري ان هذه خيل دم ولحم بالنهاية ولها ظروف. بس ماني فرانك معوض الاحمر ما شاء الله تبارك الرحمن. هو من اول مركز تبارك الرحمن جاء المنظر السعودي وهو معطي تبارك الرحمن ملمس كويس، الله يبارك لهم. حسين شويب ايش قال لك قبل الشوط؟ والله طول عمر الحصان ذا طبعا ابو الوليد ما يحتاج مدرب له بصماته، ما يحتاج يعني انك. بس بعد عشان نكون يعني منصفين، هذه اكيد مو شغل حسين في اسبوعين، هذه ماي فرانكل وهذه مستوى مع او بدون حسين. بالنسبة لي أنا وسعود وعبد الله وأي مدرب ما عنده عصا سحرية هيك رب العالمين. إيه عشان كذي قاعد أقول لك. أنا أقول لك الشيء إيه؟ هذا يعني الخيل هي مجرد ترى أحيانا يغير الشغلة حظ، ما لها دخل لا مدرب ولا غيره. يعني شخص انتقل لشخص حظوظ حتى في كل شيء. ولكن الخيل اللي عند في خيل كثيرة مركضت عند سعود حافظ عليها وجهزها احسن الاوضاع. المفروض انا اركض اكسب الحين، بس انا إيه ود سعود من النوع اللي حافظ على الخير. بس انا وقفت لان سعود عنده مجموع ثقافات مو ثقافه سعوديه، فانا شفت الخيل فقلت لا خلها. شلون يعني مجموعة ثقافات؟ يعني عنده ثقافة بريطانية فرنسية في التدريب أمريكي، يعني رجل ملم في جميع شيء، كل شيء سعود. سعود أنا أعرفه من زمان، ما هو على أيام الأمير بدر وأيام ولكن الخيل الأحمر كلها أبطال، ما فيها صف ثاني صف، كلها صفة واحدة. الخيل قسمت بالنص. مو شرط، ترى كل طبل كبير فيه خيل صف أول وفيه خيل صف ثاني. الصف الثاني يعني عند المدرب هذا وعند المدرب هذا، ما هي مخصوصة مدرب معين. أنا أعطيت من الأسماء اللي تحس إن هي بتكون عندك وتقول لي هدى هذين خيل أنا جدا مستانس عليهم، هذين فعلا بتشوفين إنهم صف أول. والله إلى الآن في خيل أربع روسية جديدة، في منها ثلاث روس موجودة هنا وفي راس جاي من برا، خيل جدا ممتاز. تقدر تعطيني أسامي؟ والله الآن للأسف أساميها ماني حافظها مضبوط. أنا أغلب إيجاد ما شفناهم لحين؟ لا ما جد، في ثلاثة منهم جاي لهم أسبوع واحد ما جاء للآن برا. فما أقدر حتى الأسامي الخيل الموجودة في الأسطبل الأحمر أنا ما أتابع السباقات بحكم قلة خيلي وانشغالي في أمور ثانية. مهم بالنسبة لي حسين، أعرف شنو كان شعورك يوم يالك الخبر؟ حسيت شيء كنت تبي ولا ترددت ولا خفت ولا قلت شنو قلت؟ أنا
يعني عرضت علي قبل 4 سنوات اسطبلات كبيرة فما وافقت الرأي. السبب انشغالي وعدم يعني استعداد لهذا الموضوع لأني كنت مشغول بخيل عندي. من؟ اسطبلات يعني ما أقدر أذكر اسمها. ليش يقول لي؟ لعدم الإحراج صراحة. أبعف من غير لحمة. أعفيني من السؤال هذا. وأنا أموت وعرف ليش؟ ليش المدربين ما يجاوبون على هالسؤال؟ عادي ترى اسطبل ويا لك عرض منه خلاص، وين الإحراج في الموضوع؟ وليش هالسؤال مر بك هالكثر؟ إذا في عرض حقيقي من أي اسطبل جاوب على الموضوع وخلاص. وأنا ترى أقصد حسين أو غيره بهالكلام. بالنسبة للأحمر حتى لو ما قال لي تعال درب، لو قال لي بيك بس تحضر بس تشوف معنا أحضر، لأن الأحمر لهم تبيل أحمر لا دورة مو أنا دورة لا مو المقصد كذا. أنا عند الأحمر من سنين يعني لو عندهم استعداد يقولون تعال حسين يعرفون رأيني أنا لا يمكن أعارض ولا أقول لا. تعتقد أهما ليش اختاروا حسين؟ أكيد الاختيار ما جاء من باب الطاقة، أكيد أن الأخ سعود بن سعد له رأي، الأخ عبد الله مشرف له رأي، المدربين لهم رأي، سمو السيد الأمير فيصل ممكن له رأي، هو ممكن يعني هو اللي أثار الموضوع هذا، ممكن أن نقل اسمي مع أسامي قالوا وأنا زكوني يعني إخواني. إحنا ما نبي الاحتمالات، نبي الشيء لا الأكيد. أنا ما سألت والله العظيم للأمانة ما سألت، لأن الشيء هذا جاني وقلت سمعا وطاعة، ما سألت عن أي تفاصيل، لأن الواحد لما الحين يعزمك على تقول من هو اللي عزمني رفضك للأسطبلات الكبيرة اللي أطلبوا منك قبل كان بسبب الأسطبل نفسه ولا بسبب أن أنت ما تبي تكون مجرب في أسطبل كبير؟ أنا ما كنت رافض الفكرة أصير عند أسطبل كبير لأن استيعابي أنا ما توسعت في الموضوع هذا. عندي مجموعة ملاك يعني أعتبرهم جروب من بديت أو من نص بعد ما بينت إلى هاللحظة موجودين معي، معي المالك قدير أو جهة تحية عبد الله جريد الشلاحي هذا من أفضل الملاك الموجودين، معي عضياني نواف العضياني وعبد الكريم الدكتور عبد الكريم، معي أشخاص معينين، معي سعد غازي الميموني قريب لي ومعي موجود في الاسطبل الخيل، يعني أشخاص معينين ترى قلة جدا، فاكتفيت بالأريحية. وحين شنو اللي اختلف عشان تغير رأيك؟ أو شيء الاسطبل الأحمر غير الاسطبل الأحمر غير ولأن الاسطبل الأحمر غير. سؤال أخير حسين، انت تابعت ومتابع ومحب حق الاسطبل الاحمر حلو، فشفت مستوياتهم وشفت اللي قدموه خلال هاي الموسم، شنو ممكن تضيف، شنو ممكن تغير، شنو ممكن يكون بطريقه افضل بالنسبه حق الاسطبل الاحمر؟ الكلام هذا انا يعني يراودني اشياء فيه اني اضيف واسوي وافعل وهذا، وبس لما استكن مع نفسي اجلس شوي اقول اسال الله التوفيق، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. لم لو يا حسين شوف بقول لك مهم، يعني انا مهم بالنسبه لي اعرف اليوم انت كاستقطاب جديد حق الاسطبل الاحمر، اليوم احنا شفنا مثلا في هاي السنه الاسطبل الاحمر حقق انجازات حلوه بس في نفس الوقت خسر انجازات بعد حلوه كان المفروض يكون فيها، فانا بس ابي اعرف اليوم وجهه نظرك كمدرب اليوم شنو ممكن تضيف فعلا حق الاسطبل الاحمر، شنو ممكن شنو شيء تشوفه لا لازم احنا في ذي النقطه نغير، لازم احنا في ذي النقطه نكون بطريقه مختلفه، هاي الإضافة اللي أتوقع حتى الأسطبل الأحمر متوقعين إنه حسين يقدمها. هو ما هو بناء الشغلة، ما هي بناء ناطحة سحاب وفيها تغيير أهدم وأبني، الشغلة شغلة خيل وتدريب، يعني الأحمر عنده مدربين قائم بدوني من أول حصل على جميع الكؤوس، تركي من يعني خسرت كاسين ثلاث ما ترشحت الكاس ولا هذا بسبب عادي صار يعني بسبب صار عادي بسبب ها صار عادي انه يعني ما ترشحت وما فزت عادي مو ما ترشحت ما هذه بالنسبه لكلامك سؤالك هذا يرجع توفيقك
بعد الله سبحانه وتعالى. انا ممكن انا فهمت سؤالي. انا ممكن اقول لك اضيف وبوريك وبتشوفين. لا 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 يعني انا هذا في علم الغيب ما اعرف. لا لا مو هاي احنا خلينا من الخيل. يعني انا اقول لك نظرتك للاسطبل الاحمر كاسطبل كاداء شنو تقول شو شيء ممكن يتغير؟ انا شو بقول لك شيء الاسطبل الاحمر استقطب خيل جدا رائحه وعلى النوعيات اللي عنده بتشوفين شيء ان شاء الله يتجسد وبدايتها ان شاء الله دبي. يريد ما عم جاوبني على سؤالك. لا انا ما ماني فاهم ما عندك شيء؟ انا ما فاهم يعني السؤال. وطبعا كان نقاش طويل عشان اشرح السؤال بس ما في شيء اضيف على الاقتراحات الا اني اشوف الخيل اللي عندي اقول لهم هذا بطل هذا مو زين هذا زين. فما عندك اي شيء تبي تقترحه او اي شيء؟ لا حاليا نصب القائم يعني نفس اللي انا كل شيء موجود صح. كل شيء موجود عندهم صح. انا بس اجي اقيم الخيل اللي ممكن حصان يركب ثلاث مرات كذا اربع مرات كذا اقول هذا اكس هذا برا سووا فيه اللي تبون. الحصان هذا يحتاج الحصان هذا مع العلم ترى اهل الخيل ترى يوافقونك الراي هذا لكن اذا واحد جديد من الخيل او مالك جديد يقول لك لا لانه مو عارف التبعيات للمشاكل هذه عرفتي مو انا جاوبك على قد السؤال سالتي انا اعتقد ان انت بنظرتك كمدرب يعني ممكن يكون عندك جواب اخر بس يعني اوكي ما اعتقد اني اتهرب من سؤالك يعني لا بالعكس لا بالعكس لكن انا انت تسالين عن تنبؤات تجي مو تنبؤات مو مجرد كلام بس بالنسبه لي كان سؤال مهم الكل مهتم والكل محب ومتابع انه يسمع له جواب. وسعود صدق بنفتقده وايد بس اللي عوضنا انه اهداف المزرعه تبلغ عنان السماء. احنا ان شاء الله هدفنا بعد توفيق الله سبحانه احنا ننتج جروب 1 عالمي مو على مستوى السعوديه باذن الله على مستوى العالم ان شاء الله. وهذه ان شاء الله باراده الله وقوه الله ثم دعم الامير الله يحفظه بكل شيء سواء بالنوعية الرمك نوعية الفحول نوعية التغذية اللي تقدم في المزرعة. فأنا بعد شكر الله سبحانه وتعالى أشكر صاحب السمو الأمير اللي وضع الثقة فينا ونسأل الله أن نكون عند حسن ظنه ونسأل الله أن الله يحقق أمانينا وأمانيكم والمسلمين والسامعين كلهم. يعني جروب 1 إنتاج محلي؟ نعم بإذن الله بتشوف إن شاء الله إنتاج مزرعة الأمير فيصل بإذن المولى عز وجل بتشوفها إن شاء الله في أوروبا وأمريكا بإذن الله. إن شاء الله نسأل الله دعواتكم بس إن شاء الله. إن شاء الله الله يوافقك. هنا مايا فرانك القادم بتحضير حسين شويب بشعار سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. جهودي مبذل قصارى جهدي لأطلع بوجه أبيض أمام سمو سيد الأمير فيصل بن خالد وأمام اخوي الشيخ سعد بن مشرف وامام اخوي سعود بن سعد وعبد الله مشرف ومدري اصطبلنا الكامل اصير بوجه طيب واحاول اني ابذل قصارى جهدي ولكل مجتهد نصيب. قلت لكم في احداث مهم نعرفها بس شلون نعرفها وشنو نعرف عنها والطريقة اللي نعرفها فيها هذا الأهم. I would have to ask why you're not with them anymore. That was very surprising. Yeah, this is stable, Sharif. Well, to beginning this answer, in 24 years, I've been working here for Lara, a Lara. Stable in a lot of lot different stables. Never happened. Never this thing happened to me. I guess last Saturday in the big cup. Yes. When I ride the horse belong to him. To the stable actually. كأس المؤسس احنا كانت المفروض تكون لنا مشاركة ومشاركة فعالة جدا بالمهر بدر العليا. بدر العليا في أوج عطاؤه في أفضل مستوياته قلباته الأخيرة وتمارينه الأخيرة رائعة بشكل جميل جدا يعني
فاحنا كنا متوقعين الحصان هذا يقدم سباق مهم، واحنا كنا مجهزين للخطوه هذه. احنا تلاحظ الحصان مخبينه الموسم كله، ما ركض الاربع اشواط. فاحنا كنا في السنوات الماضيه، لو تلاحظ السنوات الماضيه احنا كنا اقرب اسطبل لكاس المؤسس. اوكي. في زحزح والسحول، ترشيح فوق العاده، ثاني ثالث، ابو لاح وحتم مرشحين فوق العاده. فالسنوات الاخيره السنه هذه نغير شويه في أنا الحصان هذا نخبيه قدر الإمكان. فتفاجأنا عند البوابة تم سحب الحصان من اللجنة الطبية بدون سابق خبر. ما حد كان يعرف اللي اتخذ القرار هذا شخص واحد، وهذا موضوع حقيقة أساءنا تماما. كيف لشخص واحد أنه يتخذ قرار مثل هذا؟ من اللي خذ هاي القرار؟ The horse was in pain. He was laying badly in the warming up. I do a couple rounds to try to make him better, to see if he can get better. But no, still laying very bad. He was so, lame. Yeah, laying. Are you sure? Sure, I'm sure. If that. And that's why the doctor on the gate said he will be eliminated? Right, right. The doctor checked. He touched his hands a couple of times and the horse reacting. When every time they were touching, the horse reacting in pain. من اللي خذ هاي القرار؟ الدكتور اللي في عن جهة الانطلاق، دكتور المناوب هناك. أوكي. بقرار فردي من عنده. الحصان طالع أمام الناس في البادوك في الفحص الأول يوم قدام الناس، وبعد ذلك في الحصان رايح للتروت ورايح للكانتر. الحصان ممتاز جدا، وكان سبب تقرير سحب الحصان من الدكتور حسب ما احنا طلبنا منهم التقرير إصابة في القائمة اليسرى. أنا على استعداد تام إنه مو نادي مو يجيب دكتور، يجيب 10 دكاترة الحصان ويفحصوا إن لقوا شعرة في القائمة اليسرى الحصان أو غيرها. القائمة اليمنى الحصان سليم تماما، الحصان في أفضل حال. ما أعرف إيش اللي حصل، لكن إحنا حنتخذ إن شاء الله مع النادي الإجراءات الرسمية داخل النادي. النادي أكيد له مرجعية. هل تواصلتوا مع اللجنة لأن هم المعنيين بهاي الموضوع؟ اتصلت انا مباشره برئيس لجنه السباق والتحكيم، كون اللجنه الطبيه المفروض تتبع لجنه السباق والتحكيم. كلمت مخلد؟ نعم. اوكي. فكان رد المهندس مخلد علي واضح، قال لي انا شريف حسب ما وصل لي انا انه الدكتور يقول انه الحصان في لاحظ هو والخيال في ضلع، فانت مجهود موسم كامل وملايين تهدر تجهيزا لمثل هالشوط، انت ما يجوز في شوط مثل هذا برايي شخص واحد انك تسحب حصان في شوط مثل هالشوط. لو تلاحظي في كاس دبي العالمي الموسم الماضي او اللي قبل الماضي، اتذكر حصل الحصان جاء عنده تموا ساعه لين يدخلونه. نعم. تموا ساعة يعني لين ما أخذوا القرار بعدين؟ أخذوا تقريباً 13 دقيقة وخرجوا الخيل كلها من البوابات، وكان أتذكر ثلاثة دكاترة لين اتخذوا قراراً نهائي بسحب الحصان. فمو في كاس المؤسس وفي ثواني، ويمكن على الأقل كان الأولى أن يخبرون يعني ملاك الحصان. نعم نعم نعم، في الأخير هي المسألة لابد أن تكون قرار أكثر من دكتور. But you know him, you know Badr Al-Ali before that. Was he in pain? Was he lame before the race? No. Or that was just it just happened in the gates. I ride that horse once. When we go to the gate, he wasn't like this. The last time, the champion Fahad, Adil Al-Frudi, yeah. He rolled. And when I saw my horse like this, I went to him and said, Adil, this horse, the last time you ride him, he was walking like this. He said, no, Ramos,
And you told the doctor, or the doctor asked you what the happened? The doctor, exactly? Everybody saw my horse laying behind. It's no secret. Everybody saw my horse laying. So the doctor checked. أنت أنا ماني عارف الدكتور على أي أساس؟ هل فك بنات جر حصان؟ هل فحصوا الفحص الصحيح؟ ولا بس شافوا إنه الحصان يضع له خلاص out crash؟ على أي أساس؟ هذا له شيء صحي ولا هو شيء صحيح؟ أنت تتكلم إحنا الآن المفروض نادينا من أفضل الأندية اللي على مستوى العالم، إحنا ندعم النادي بكل أنواع الدعم، وإحنا من أكثر الأسطورات اللي إحنا واقفين معاهم ندعم، الأمير بندر يعرف الكلام هذا تماماً، ولكن هذه أخطاء لابد أن تعد. كيف أنت تسحب حصان من كاس المؤسس برأي شخص واحد؟ هذا أنا في وجهة نظري أمر سيء جدا يعني، وإحنا في محل اتخذ إن شاء الله مع النادي الإجراءات الرسمية. This is a very strong race. I must take care of my horse, take care about me, and take care about my friends. This is a strong race, and the horses when they are in pain, they go faster. And what happened when the horse in pain go faster? They broke. شنو الإجراءات اللي بتصير؟ كاس المؤسس وراح يعني شنو اللي ممكن يصير؟ هاي اللي حابة أفهمها. حنشوف مع الناتج نتلافى مثل الأخطاء مستقبلا. وفي الأخير إحنا تهمنا المصلحة العامة، مصلحة الجميع، عشان لا يتكرر مثل هالأمر في قادم الأيام. جواد بمثل خامة وقامة بدر العالية يسحب من شوط جروب 1 فجأة. بس أنت لما أنت تمشي في هاي الإجراء، أنت شنو بتستفيد بالضبط؟ يعني الاستبل شنو بيستفيد؟ شنو اللي بيرجع؟ أولاً عدم تكرار مثل هذه الواقعة في المستقبل. ثانياً إذا كان الشخص اللي في المنصب هذا ما هو بالله، وإن شاء الله كلهم فيهم الخير والبركة، لكن ما هو مثلاً بالكفاءة الكاملة أو بالخبرة الكاملة، فهذا موضوع حساس وينبغي على نادي الفروسية I'm not crazy. I saw my horse don't do it well. I'm not crazy. I saw my horse don't do it well. زين أنا في شيء أحتاج أفهمه، لأن يعني الحين صادتني ربكة، لأن راموس يجزم أن الحصان ما كان سليم. ليش راموس بيجزم أن الحصان ما كان سليم في يعني شوط مهم مثل هاي الشوط؟ الكلام هذا يؤخذ من راموس ولا يؤخذ مني أنا؟ ما أعرف، لازم أنت تشرح لي. مين الجهة الأدرى في الموضوع هذا؟ إحنا ولا راموس؟ أعتقد إنه ما أقدر أجزم، لأن أنت شفت الحصان أوكي قبل، وشفت الحصان بعد، بس راموس اللي كان معاه في نفس الوقت اللي تم اتخاذ فيه قرار. يعني الحصان قبل سليم وبعد سليم، واثناء ما كان راموس راكب وجات اصابه فجاه الحصان تعالج منها. هذا ما كان، هذا كلام لا يمت. حصان انا على استعداد تام ان نادي الفروسيه يكونوا لجنه، لو من 10 دكاتره، ويجي يفحصوا الحصان بالكامل. انتم مو كان تقرير للدكتور اللي سحب الحصان بان اصابه في القائمه اليسرى؟ خل نفس الدكتور يجي ويورينا الإصابة اللي في القائمة اليسرى. وتبين حاليا حتى لو تم الفحص، صح؟ يبين انه اذا كان في شيء ولا لا. لا شك احنا نتكلم عن إصابة. لا شك. بس حاول تساعدني ان انا استوعب ليش راموس تصرف هاي التصرف. ما عندي إجابة. ما عندك إجابة؟ تصرفي يعني غريب. إذا أنت تجزم إن الحصان ما في شيء، وراموس يجزم إن الحصان ما في شيء، يعني أنا صراحة ما أقدر أهد الموضوع كذي قبل لا أفهم ليش ممكن يصير هاي التصرف. يعني هاي معناته في شيء إحنا مو فاهمينه، ويمكن يعني أنت فاهمة وتقول لي إياه. أبداً أنا مستغرب جداً. حصان من في أفضل حالاته، حصان قلباته الأخيرة، يعني أنا فعلاً حنا داخلين الشوط. شنو كان ممكن يأدي في هاي الشوط؟ متأملين
في نتيجة كبيرة في الشوط هذا. يفوز على النادر؟ حتى ما في أحد يجزم فعلا خيل هدى ميكس. أنت تجزم أن حصانك في أفضل مستوياته وأن حصانك حيقدم سباق جدا ممتاز، لكن المكسب هذا عند الراس. And that was the reason that Sharif Khalid told you we. Malimas, he don't talk to me. Nobody talk to me. حقيقة تبجر جدا، ولا عندنا ولا تبرير حتى من راموس تبرير مقنع للي حصل. قال والله الحصان حسيت شوية اختلفت الدعسة شوية، فتبريرات واهية، كلام غير صحيح. أمر مسيء حقيقة ما حصل. After that I went up because Amir Bander after the Saudi Cup he don't have a chance to contract me. Okay. So I went up there. He hugged me. We was happy. He's still happy we got we got the Saudi Cup in our house, and also the this is good for racing in Saudi. This place they went off. And the big guy, Sharif, was with us in the elevator. And he don't say anything to me, he was laughing. And then the next day, I was in my house, and someone told me, hey, you don't work more for the Sharif Festival. So, what are you talking about? It's something in the Twitter. They haven't called me, they don't call me. Don't say anything to know. I saw the Twitter. They fired me by Twitter. And then I send a message to both Khaled and Mr. Sharif. They read them. No, the big guy read them. The other one don't read them. قرار راموس اتخذ بناء قرار إنهاء عقده بناء لأسباب وجيهة. لن أفصح عنها الآن لأنها مرتبطة بأشياء إلى الآن ما انتهت بشكل رسمي، لكن حينما تنتهي بإذن الله بيكون الوقت المناسب راح نعلن لمحبي الاسطبل وللجميع عن الأسباب الرئيسية لإنهاء التعاقد مع راموس. I call him and he hung up with me. I said, wow. That's why he said, hey, this is a. And you did not talk to them or call or ask keep, anything. No, I won't keep calling because... Shalak did not talk to you, any one of them? Shalak talked to me. Shalak, he said he don't know nothing about it, but it's okay, look. I'm an employee. If they don't like the way I ride his horses, they got the right to fire me. I don't got problem with that. What is my problem? What is my issues? They fire me by Twitter. Okay, you fire me by Twitter because you angry, you don't want me to be stable like that, like this. Okay. We have an agreement. And they haven't paid me my salary. It's not about the money, it's about the respect, about the agreement. لهالدرجة كان الموضوع كبير لدرجة أن ما حد يتصل فيه يقول له تم إنهاء عقدك. يعني هو ممكن تكون هذه الحجة اللي له عليكم ترى. حجة له إنه ما حد بلغه إنه إحنا هنا عقده. إيه ما حد كلمه. ما حد كلمه، يعني هو سمع الخبر في تويتر، ما حد كلمه، ما حد خاطبه وجها لوجه، قال له شكرا هاي صار واحد صار اثنين تم إنهاء عقدك. هذا كلام مو صحيح، وللمرة الثانية مثل ما علمتك أي موضوع يخص راموس حاليا لا نتحدث فيه. In that moment I feel like I'm they treat me like garbage. هدى تكرما أنا أعيد الإجابة للمرة الثالثة أو الرابعة، لن أتحدث في موضوع راموس الآن نهائيا قولا واحدا. Well say that because they're afraid of these people. They're afraid of these people to fire him like they fire me. Also, they don't give me the horse in the morning to canter, to gallop, to anything. So maybe they give the bad information about the rider in the morning, and they know they have to know something. Because this not happen just like this. The horse run the last cup finished third. When I roll him, he was fine. But also, he was, I don't know, and he got something in type that he stopped
complete and then he start to racing here in Saudi Arabia. If they wanna, I'm not afraid to tell the truth. This is the truth. زين صراحة خمن ما كنت راح نبي أعرف السبب بس يعني ممكن أخمن وتقول لي صح ولا لا؟ هدى أنا الله يسلمك كلامي واضح جدا. أعرف كلامك واضح بس يعني آخر شيء ممكن أقوله، هل حسيت أن رامز في الوقت الحالي غير مخلص للإسطبل الشريف؟ اي او لا؟ اللي تشوفيهم في الميدان هذولا غالبيتهم كانوا من اسطبلاتنا ومن مخرجات وتعليم اسطبلاتنا. يعلم من اللي كانوا يعملوا معنا وسعدنا وتشرفنا فيهم ان الولاء للاسطبل وللشعر رقم واحد عندنا. احنا ما نتجاوز تماما في موضوع الولاء وموضوع احترام الشعر. يعني هاي سبب من الاسباب. فهذه احنا مواضيع عندنا خطوط حمراء احنا لا نتجاوزها نهائيا. Just minutes after that you had a contract with His Highness سعود بن سلمان. Yeah. Immediately they called you. That was really I was on point for 1 hour and 10 minutes exactly when they find out the these people did that to you. The people fire me like this. They call you? They call me. Who called you? The manager. Who? The manager Al-Farraj. Al-Farraj. He called me and they said, okay, Ramos, we want you. I say, hey, this is my pleasure to work with you. Okay, thank you for giving me this opportunity to enjoy the South Prince Salman. But now too many jockeys there. You have Alex, you have Naif. This is like, you know, this is like the Real Madrid. Lara Star. Lara Star. Alex is Salman. صار ريال مدريد. عاد ما أدري الأمير يحب ريال مدريد ولا لا. شلون نعرف الحقيقة؟ في شيء يقول مستحيل نعرفه. شيء يقول الحقيقة تحتاج وقت. مع أي طرف بنكون ولا شلون بنحكم يمكن بعد مو مهم، بس إن نسمع هذا الأهم. Why they been so chicken and not told me the truth in the face. يمكن وصلنا للنهاية ويمكن لا، وقلت لكم من أول مرة يمكن نفهم بعض ويمكن لا. موسم الرياض هالسنة موسم ضخم. ضخم بمعنى كلمة ضخم ومحبوك صح. في شيء خايف انه هو ما يمشي صح مثل ما انت متخيل؟ الأخطاء واردة. المهم انه نتعلم منها. يعني مثلا ما ارتكب الموسم هذا اللي احنا انا فيه نفس الأخطاء اللي ارتكبتها في الموسم الماضي. هذا أهم شيء عندي. يعني حتى في كأس السعودية كل نسخة من كأس السعودية عندي مشاكل. الأهم أظنه صار. يفاجئون النادي دائما. اشكر الامير بندر بن خالد والموظفين اللي موجودين والطاقم كلهم يشكرون فعلا. كان موسم استثنائي للمملكه العربيه السعوديه. موسم غير واشياء ممكن تحس انك راح تشوفها زي منها. جهود خادم الحرمين يعني بدعم خادم الحرمين الشريفين ولي العهد، وان شاء الله باذن الله عما قريب ستكون المملكه العربيه السعوديه الاولى بالعالم. في تطور ما شافه في العالم. نعجز عن الثناء، كلنا نعجز عن الثناء. هذا موسم مو مبدع فوق البديع. جمع العالم كله جوائز. وين كنا في زمان اللي كنا فيه احنا على شبابي انا الجائزة 9000. احنا في تطور. لازم هذه السنة الثالثة لازمنا في البداية ولا يعني صنفنا صنفت المملكة العربية السعودية ونطمح بشكل اكبر باذن الله انها تصل من افضل وأقوى المواسم اللي مرت علينا في نادي سباقات الخيل الموسم الحالي. كنا بوضع صرنا بوضع ثاني. يعني قبل يجي الأمير بندر كنا يعني
سباقات عاديه نجي بس اللهم نشارك وبس وخلص السباق يلا مبروك مبروك. الحين لا والله حتى لو ما عندي خيل اقعد اتابع السباق كله تتحمس. إيه سباقات حلوه موسم ناجح بكل المعايير ونتمنى اكثر من الموسم هذا ان شاء الله ونتوقع راح يتطور اكثر بعد ان شاء الله. كل شيء شفناه كل شيء عشناه كان غير. يصنع المعجزه يصنع الانتصار الكبير مع أليكسيس مورينو. الف مبروك لهذا الشعار. احنا كنا نحلم وصرنا بواقع يعني ما شاء الله يعني بغض النظر عن كل اسبوع نقول خلاص انتهى الموسم خلاص كاس السعودية انتهى بعد كاس السعودية جاء كاس المؤسس بعد كاس المؤسس قبل كاس المؤسس كاس الخليج يعني كل اسبوع نشوف شيء ما توقعناه. كنت تحلم وصار واقع والحين وقعك يقول لك احلم اكثر. كل ما تعرف اكثر كل ما تشتغل اكثر كل ما تشوف اكثر كل ما يكبر حلمك اكبر. واليوم اراهن ان اللي شفناه كثر اللي كنا نبغيه وبعد اكثر. سبحان من خلى بك الزين وفي النادر النادر على خط النهاية المثابر النادر بالأداء الشاطر وبالحضور الماهر. والله ما أدري شو أقول لك يعني ما خلاص سكتونا سكتونا الحمد لله. أي والله كل شيء كامل وإن كل شيء تكلمنا فيه ما كان مجرد كلام وبس. حتشوفي إن شاء الله كل هالاختلافات كل سنة يعني مثل ما شفتي نقلة في موسم الطائف السنة هذه وبعدها موسم الرياض حتشوفي نقلة نوعية في العام القادم. أنا هدفي إنه السنين الجاية إنه المالك ينظر للسنة كلها 10 شهور عنده من السباقات يعرف يبرمج نفسه يبرمج كل تدريباته خيله الشراء هنا وهذه ترجع مثلا للمنتجين انت عارف متى لازم تشتري المزادات كلها حتتغير. يكون عندي 10 شهور حافلة بسباقات الخيل منفتحة على كل دول الخليج. أنا أملي أنه بين السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان وإن شاء الله الكويت قريبا لما إن شاء الله الأمور تتقدم تروح أبعد هذه ما عندي فيها شك. وأنا وانتو مشوارنا طويل بنروح بعد أبعد بنفكر أكثر بنقول اللي عمرنا ما تخيلنا أن نقدر نقوله وبعد زعلنا ولا ضحكنا أسأنا الظن في بعض ولا وقفنا في صف بعض تجاوزنا الحدود أو قلنا كل شيء مباح وما له حد. هذه أنا وهذه أنتو وهذه إحنا وبنتحمل بعض وفي النهاية بنكمل الدرب. الموسم انتهى بس انتظروا كل شيء توقعته وأقوله وكل شيء قلتوه بس لليوم ما شفتوه. فالنهايات ليست إلا بدايات ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخيل.